About the book Effective Java. Effective Java واحد كتاب اللي بلوز اون لقيتو فوقتو. علاش؟ حيت كنت ديما كنسمع على best practices, especially ملي جوينت واحد التيم, واحد التيم اللي كيهتموا بزاف بالبست براكتيسز ديال الكود, وكانوا ستريكت في الكود ريفيو. سو بقيت سو اي ريلي اي نيدد شي حاجه اللي اوكي, شي كتاب ولا شي حاجه اللي يوريك الجود براكتيسز ديال جافا اند هاو تو رايت ا كلين اند جود جافا كود. سو واحد نروح واحد يوتيوبر كان كيهضر على واحد التوبيك, اند جبت الكتاب قال راه هذا التوبيك هذا راه تانسبيريت من افكتيف جافا. سو مشيت وقلبت عليه, شريته, اند ريلي it's a nice book. وكنشوف انه بلوز اون بحال اللي ما كاينش هضر عليه بزاف في الكومنتي ماروكان, دونك بغيت نهضر عليه. ما يمكن الناس كيعرفوه ولكن الهضره ما دايراش عليه. That's why بغيت نبارطاجي معكم اليوم هذا الكتاب هذا. سو اباوت, قبل ما نبدا, شكون انا؟ عدنان المراكشي, مغربي عايش في بروكسل, جافا ديفلوبر اراوند 5 year of experience. Out of running code, I run. كان دير شويه ديال فوتينغ, and هادو numbers ديالي في إطار الواحد الكومبيتيتيفيتي. And you can find me on Strava, and please follow me in Twitter, and I will sure follow you back. So اليوم شنو غادي نشوفو؟ أول حاجة نهضرو على some facts about effective Java, and نحاول also نعمل ما ماشي غير نهضروا, نحاول ناخذ كلكو بارتي من الكتاب ونهضروا عليهم شويه. بصراحه كانوا بزاف ديال لي بارتي, وتلفت ما عرفتش شنو نختار. فينا المختاري ثلاثه ديال لي بارتي: مينيمايز ميوتابيليتي, بريفير لامدا تو انونيموس كلاسز, اند بريفير ميثود ريفرنس تو لامدا. المهم نهضر على كل وحده في على كل بارتي في هذوما بالكود وبالهضره وبكل شيء. سو سام فاكتس على الافكتيف جافا. افكتيف جافا اول حاجه اليوم نهضر على ثيرد اديشن. هذا كيعني انه اوريدي كاينه الفيرست والسكند اديشن. من غير هذا واحد ديسكليمر, افكتيف جافا ماشي الكتاب اللي عادي يعلمك جافا ات اول. افكتيف جافا واحد الكتاب اللي عادي يعاونك انك تكتب بيتر جافا كود. عادي يحاول يعطيك اوكي سام سنيبت ديال الكود, يقول لك اوكي حنا متسين كنكتبوهم هكذا, بات اتس بيتر انك تكتبوهم هكذا. Second disclaimer, it's not a cover-to-cover book. يعني ماشي ديك الكتاب اللي خصك تبدا به من الاول حتى الاخر, لا. هو الكتاب فيه 12 شابتر, and فوسط الشابتر كتلقى items. اون توتال كاين 90 item, وكل item كيهضر على topic. So for example, اذا رجعنا للور, minimize mutability is a item, prefer lambda to anonymous classes, it's a item. So عندنا اون توتال 90 item مقسمين على 12 شابتر. الفيرست اديشن خرج 2001 واللي كتكافري حتى جافا 4. السكند اديشن في 2008 وكانت كتكافري حتى جافا 6. والثيرد اديشن اللي خرجت في 2017 بليز اون موا كتغطي جافا 7 و8, يعني لي نوفوتي ديال 7 ديال 7 و8 و9. مالوغوزمون افيك استراتيجيه جديده ديال جافا ديال 6 مانث ريليز, ولا صعيب انه الكاتب يبقى يخرج ديما دي فيرسون جديد. ولكن غالبا دابا اكثر لي فيرسون اللي مستعملين ديال جافا هو جافا 8 وجافا 11. That's it. So هذا هو واحد some points اللي خصنا نعرفهم قبل ما نبداو نهضروا على 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 هاد topics اللي اختاريت اليوم في الكتاب ديال Effective Java. Disclaimer. First thing first, I'm not a Java expert. I'm just a Java developer. واللي حتى أنا كنحاول نهار لنهار أن نكتب كود اللي هو clean, كود اللي هو optimized. And second thing, examples اللي خديتهم اليوم
كاين اكزامبلز اللي هما ديجا كاينين في الكتاب سو خديتهم هما من النيت، وكاين اكزامبلز اللي هما انا خديتهم حيت لقيت بلوز اوموا ان لي زيكزامبل اللي كاينين في الكتاب شويه كومبليكي سو معي قدنيش الوقت انني نفسرهم ونهضر عليهم. سو نهضروا على نبداو باول شابتر اللي هي مينيمايز ميوتابيليتي. دابا سويتشين الايديو، اي هوب انه تكونوا كتشوفوا الايديو. محمد كان ممكن تكونفيرمي لي واش الايديو وكتبه باينه مزيان؟ يس كيبان، شكرا. بيرفكت، اوكي. اول حاجه علاش اختاريت هذا المينيمايز ميوتابيليتي؟ بسبب ديال واحد التكليد ديالي في التيم، تبارك الله 18 عام ديال الاكسبيريونس، وريلي هي از سو اوير اباوت ذا ميوتابيليتي ديال الاوبجيكتس، اند ايتش تايم كيقول لك اوكي can you please reduce the mutability of the of this object or this class. Mutability كيف ما كتعرفوا، واحد الديسكليمر اخر قبل ما نبدا نشرح اولا نهضر على الافكتيف جافا ولا على هاد الشابتر هذه. اتس بيتر انه تكون اوريدي قبل ما تاتاكي اي شابتر او اي ايتم تكون اوريدي عندك دي نوسيون بازيك، تكون عارف داك لي 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 نوسيون بازيك ديال داك شابتر باش تعاونك، حيت كيف ما قلت افكتيف جافا ماشي هو واحد الكتاب اللي غادي يعلمك جافا، نو ات اول. سو هو اوريدي كيستنى منك انك تكون انت اوريدي عارف شنو هي جافا. سو ميوتابيليتي كامل كنعرفوها، ميوتابل كلاس هو واحد الكلاس اللي ما نقدوش نشونجيو السيت ديالو من مورا ما نكرييوه. سو في الكتاب كيقول لك اتس بيتر انه تو ورك ويذ immutable classes. Why? Because it's safe and also custom classes ديالك اللي انت كتبهم تحاول ما امكن انك تخليهم immutable as much as you can. And الاكزامبل اللي هو عطاه هو هذا الكلاس هذا complex، كما كنا قرينا لي complex الاعداد كاين لا بارتي ايماجينير ولا بارتي ريال. سو هو عطاه هذا الاكزامبل ديال هذا الكلاس هذا هذا الكلاس هذا اللي هو اوكي اي فورجيت انه هو كان فاينل هنا. سو هو كاين علاش خصنا نخليو ما امكن ان الكلاس ديالنا تكون immutable كز ات سيفر. سو كنتاكدوا ملي ان الاوبجيكت ديالنا ما يقدرش انه يوقع فيه كوربشن، ان هذه واحده من الباد براكتيس اللي كنديروا باغفوا هو انه كديفيني في الاول في الكرياسيون كديفيني واحد لانستانس واحد لوبجي وفينالمون ابري بليزيور اوبيراسيون داك لوبجي هو النيت وهو اللي كتسبميت في الريكويست، وانت ما عارفش واش اوكي واش داك الاوبجيكت ديالك راه فيابل او لا. سو هذه وحده من الحوايج واي يور اوبجيكتس هاز تو بي immutable as much as you can. Second thing, now كيكون thread safe. So ملي objects كيدوز من thread thread كتكون sure لأن state ديالو ما عادي تبدلوش. So هذه واحدة جوج الحوايج من بزاف ديال الحاجات علاش immutable classes هما واحد الحاجة اللي هي مزيانة. So how we can make a class immutable? First thing first, هو أنه نحاول ما أمكن أن reduce setters. It's okay. For example, if you are going to create واحد objects اللي an attribute فيه the value ديالها عتبقى دائما كيف ما هي. For example, I don't know. I not give an example. عبيط. For example, ديال address عندك واحد الكلاس ديال a person وعندك address غالبا address تاك person تبقى دائما كيف ما هي. So you don't need to create a setter for it. هكذا كتضمن لان الفاليو ديالك او السيت ديالك غيبقى دائما سيف. حاجه اخرى try to create and to have final attributes باش كتضمن انهم يبقاو constant. try to make your class final باش كتضمن انه ما غادي يوقعش extend من الكلاس ديالك. Also, حتى in case you have a method, that method هذه اللي هي it's gonna give us واحد image من أو واحد object من object origin ديالك. It's better to create new object. So also
بالاكسسوارز تراي اول دائما انه تو ميك يور اتريبيوت برايفت اذا كنت انت متاكد انه ما محتاج انه نشي تريتمون اكسترن سو ميك التريتمون ديالك ميك الاتريبيوت ديالك يكون برايفت سو هادو ما الكتاب فيه بنشوف ways how we can make a class immutable. By the way, Java already ممكن فيها a lot of embedded or built-in immutable classes, like for example string, like big integer. هادوما اليوم already كيجوا مع Java APIs. هذا من جهة واحدة أخرى. Sometimes كيكون working with immutable classes or immutable objects something new was so hard. Why? Because especially إذا كنت أنت محتاج أنك to change state ديال objects ديالك. هذا اللي كيلزم عليك أن each time you're gonna create a new object وإذا كان عندك object اللي هو complex. Maybe هاد الحاجة دي تكون expensive على الجي في ان ديالك. That's why sometimes we are going with the approach ديال كيتسمى mutable companion objects. For example, with the famous example اللي كاين عندنا هو string builder مع string. So string builder هو واحد الكلاس اللي هو mutable. So you can make as much as you can the changes and at the end ملي تكون صافي وصلتي انه the final object ديالك او the final result ديالك you will go back to generates the string اللي هو a mutable object. So هذا هو بلوز اون موا هاد لا بارتي هادي علاش كتهضر كتحاول تبين لك شنو هو الافونتاج شنو هما الحوايج اللي مزيان في انك تخلي الاوبجيكتس ديالك يكونوا immutable. So هذا 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 البارت باي ذا واي هذا 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 الايتم هذا كان ديجا موجود في سكند اديشن سو ماشي شي حاجه اللي هي جديده ولكن هادو ما كيبقاو من نوسيون بازيك ديال جافا اللي جافا ديفلوبر جود انه يكون اوريدي عارفهم. هذا فيما يخص البوينت الاولى. ندوزو البوينت الثانيه اللي هي prefer lambda to anonymous classes. كيف ما كنعرفوا parmi les nouveautés ولا الحوايج الجداد اللي جاوا في جافا 8 هو lambda expression. So هذا الكتاب هذا في الثوازيام اديسيون ديالو one of the sections اللي تزادوا هو واحد سيكشن كامله كتهضر على لامدا اكسبريشن والبيست براكتسز ديالها وكيفاش انه حاولت تو ميغريت ليغاسي كود ديالك من سيغتان فورمار اللي هما دي فورما قدام دي فورما اللي هما جداد. سو اي ويل تراي تو كود اند نعطي واحد الاكزامبل على هذا الكيس هذا. For this exam, okay. I have واحد الكلاس اوبجيكت هنا واحد الكلاس ديالي هنايا كلاس بازيك ما فيش حاجه هي كبيره في just first name last name and years of experience كلاس ديال developer and هنا جيت حاولت نكري ليست ديال developers. عندنا ثلاثه ديال examples and ثلاثه ديال objects بليتو and كل developer definit the first to last name or years of experience ديالو and نحاول انني نسورتي هاد الليست هادي. كيف ما كنعرفوا الطريقه اللي كيفاش حنا كان 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 كنسورتيو بها ان اوبجيكت ا ليست اوف اوبجيكت هي سواء كان امبليمونتي ولا انترفاس ديال الكومبارابل اللي عندها abstract method اللي هي compare to وكان نعطيه definition أو لك نعطيه behavior ديال أو logic ديال sorting ديالنا في وسط الكلاس وبيا ممكن نخدمه بواحد الانترفيس اللي كتسمى comparator. A basic example. So I didn't define the class ديالنا. So
And sorting هنا we're gonna give it as a second parameter. So غادي نعطيو هنا as a second parameter. So كيف ما كتعرفوا ان الانترفيسز اللي عندهم one abstract method اللي كيتسماو SAM single abstract method interfaces جافا 8 تعاملت معهم in a special way وسمتهم functional interfaces. Functional interfaces عطتنا لا بوسيبيلي او افيك لامدا ولينا قادرين على انه نعطيو دي ديفينيسيون او بيان انستونسي اوبجيكت ديال ا فانكشنال انترفيس ب ب ب بلامدا اكسبريشنز. سو اذا جينا دخلنا للكود بيز ديال الكومباراتور افيكتيف ما نلقاو انه فانكشنال انترفيس هاد انوتيشن كيف ما كنعرفو كاملين كتضمن انه مع لا كلاس ديال الانترفيس ديالنا تبقى دائما فانكشنال انترفيس وحتى اذا بغينا اننا نزيدوا واحد الابستراكت ميثود واحده اخرى عادي 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 لنا ايرور. اند هاد الفانكشنال انترفيس اللي هي كومباراتور اوريدي عندها واحد لا ميثود ابستراكت ديالها اللي كتاكسبتي جوج ديال اوبجيكت از ا بارامتر. سو قبل من جافا 8 شنو كنا نورمالمون كنديروا؟ كنا كنجيو كنديروا كومباراتور اند كنجيو لهنايا انت شنو كنديروا؟ كنديروا واحد الحاجه اللي كتسمى بانونيموس كلاس. الانونيموس كلاس شنو كنديروا به؟ كنبروفايديو لوج البيهافير ن الانترفيس ديالنا يوزين ذا انونيموس كيتسمى انونيموس انر كلاس. انونيموس حيت هاد لا كلاس هذه ما عندهاش سميه and inner حيت فوسط من كلاس. وكيف مشينا هنايا كنجيو لهنا وكنعطيو لوجيك من هاد السورتين هذا. So for our case باغي حنا نعملو السورتين ب years of experience. So normalement غادي نجيو لهنا غادي نديفينيو لوجيك ديالنا like this for example auto get years of experience return in a one and else at rejna no and join provide you okay I think everything is good. So شنو درنا هنا؟ جينا ديفينينا اللوجيك ديال compare بانونيموس inner class and نجربوا ونشوفوا بعدا واش الكود ديالنا خدام ولا لا. So I will try to print final results ديال الاوبجيكت ديالنا من مورا ما print ln developer I already provide to string ولا لا. Okay كاينه good. So let's run it. Voilà. Donc voilà la liste ديالنا و il est sorti b number of years of experience. هادشي دا قبل من جافا 8. شنو البروبليم اللي عندنا مع هاد ليكريتور هادي؟ الحاجه الاولى انها طويله بزاف، هادي اول حاجه. ثاني حاجه انه كنا اوبليجي ان نكريو كلاس جاست حاجه واحده اللي هي جاست سورتين اللي غنخدموها مره واحده which is a little bit expensive. ثالث حاجه الانونيموس كلاس هو واحد الكونسيبت اللي هو اديكوات مع الكلاسيك او او بي. دونك جافا اباسير من جافا 8 بدات كتحاول انها تمشي شي حاجه اللي سميتها الفانكشنال بروغرامينغ. دونك باغمي الحوايج اللي ولات عندنا جديده في جافا 8 هو انه ممكن انه نبروفايديو او نكريو انستانس ديال ان فانكشنال انترفيس بلاندا اكسبريشنز. كيفاش هادشي كامل؟ جاست انه كنعملو الفامو اكريتور ديال لاندا اكسبريشن، نخليو نفس اللوجيك اللي عندنا and voilà. دونك ممكن نحيدو types ديالنا and let's try to run to see if everything is good. Okay, everything is good. So finalement خرجنا
مغاربة تستير هذا. So هادو ما من الحوايج اللي item I think 42 اللي كيهضر عليه. So كيحاول أنه يفافوريزي lambda expressions versus anonymous classes. وكيقول لك شحال ما قدرت على أنك أنت تخدم أن تسويتشي من anonymous classes ن lambda expressions, it's gonna be something good. Besides that, كيف ما عارفين أن lambda expressions you don't need to provide types, حيث كاين شي حاجه اللي كتسمى الانر او الانفرنس تايب, هذا بوحدو انذر سبجكت, كيفاش ان الكومبير ديالنا كيقد لانه يتعرف على 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 التايب ديال ولا الكلاسز غير من غير من غير من الكود. ممكن انه نزيدو مينيميزيو الكود اند بلا ما نديفينيو هذا نجيو ديريكت نحطو لوجيك ديالنا directement هنا. عدنان يا جوج دقائق. الله اكبر. اوكي سو يا اوكي كان باقي اكزامبل ديال انونيموس كلاسز بحق بلا ما نمشيو ليه. لاست ايتم ولا نعطيه اوكي ما بقاش الوقت باش نعطي الاكزامبل اللي كنت موجد بالحق. لاست ايتم كيهضر على انه كي انه هاو اتس بيتر to prefer method reference versus to lambda. كيف ما كتعرف method reference هي واحد الكريتور اللي هي بلو elegant ولا صغيره ولا مينيم ديال lambda expressions. ابسط مثال هو اللي عندي هنايا for example, هذه راه lambda expression and we can make method reference like that and نكونوا بالطريقة هذه دوزنا من فوالا سامارش. دونك هذا هو افكتيف جافا. صعيب انه نغطيو كاع الايتيمز ديالو اولا السكشنز ديالو في لايف واحد. سو اي وونت جاست تو جيف ان ايديا اند تو تيل ذا مروكن كوميونيتي هي راه كاين ان نايس بوك اللي يقدر يعاونكم انكم تكتبوا افكتيف جافا كود. ذات ات سي عثمان, شكرا بزاف, الله يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. شوف ديالي المفضله ديال افكتيف جافا. شكرا على الاوفر فيو. ربما غنحتاجوا حلقه سبيسيال في جيكس بلا بلا على افكتيف جافا, فين نقدروا نمشيو بلوس ان ديتاي في كاع لي كونسيبت. مي شكرا على الفيرست لوك اللي عطيتي, فريمون بريزونطاسيون زوينه بزاف, وكاع لي كومونتير كي بروفي واتشي, وكاع كلهم كيعطيوك ثامز اب. شكرا بزاف. باي باي. الله يعطيك الصحه. ومن عند السي عدنان.